السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان. سامحوني، جايز يكون هذا الفيديو هو آخر فيديو لي على اليوتيوب بعد المنظر اللي أنا شفته النهاردة. شيء صعب لم أكن أتوقع أبدا في حياتي، هتصدم وهرى شيء بهذه القزازة وهذه القذارة. ووصلت بنا الحال إن امرأة مصرية تطلع ومنتقبة أو لابسة نقاب وتطلع تسيء لهذا الزي وتقول هذا الكلام، شيء صعب جدا جدا جدا. أنا كنت أعرف قبل كده ممكن الروتينات تبقى واحدة يعني سيئة في أخلاقها أو في تصرفاتها، وبتطلع ترش جسمها شوية مية من مناطق معينة أو مناطق العفة في جسمها، وتبدأ تعمل في الجلابيات عملية شفط وكلام من ده علشان تبدأ تصهر بعض. هي معتقدة أنها مفاتنها، وتطلع على السلم وتصور بحجة الروتين اليومي وهو الهدف كله إغراء. بس دي كانت بتبقى موجهة لبعض الصبية يعني من سن 12-14-15، إنما لما يبقى راجل عنده 30 سنة 35 سنة و40 سنة ويجي يشوف هذه القناة اللي أنا شفتها وبعمل الرياكت، وبين قوسين هي مكتوبة قناة الأفضل دائما، يعني كيف تكون هذه القناة هي الأفضل في المحتوى المصري، وكمان نزلت قناة وليدة، وكمان بينزل إصدار كل 6 ساعات، وعناوين مش قادر أختار عنوان كويس، مش ألاقي عنوان كويس أقدر أقوله للمتابعين، اخترت أخف عنوانين وهو الشقلباز والرجرجة. وأنا لا في حياتي كلها، أنا راجل متجوز يا أخواننا بقالي 40 سنة، لا عمري شفت، أنا ما أعتبرش اتجوزت، يعني أنا كده بعد ما عملت أكتر من 6-7 رياكتات وبجري وبسمع نص دقيقة دي مش مستحمل، مش مستحمل، تعبان نفسيا مخنوق، والتعليقات اللي مكتوبة وواضح إنها من رجالة كبيرة، واللي مكتوب دكتور واللي قايل على نفسه شيخ، واللي يقول لها جزاك الله الجنة، ده انت عرفتنا حاجات ما كناش نعرفها، ده انت ان شاء الله على الجنة حتف، بارك الله فيك، كتر الله من امثالك. كلام صعب جدا 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 من بين قوسين من قناة الافضل دائما. اما لو كانت قناها الاسوأ دائما كانت قدمت ايه؟ ما احنا شفنا ناس بتجيب ناس بترقص في عيد فرنسا وبيرقصوا شبه عراة، وبحجة ان ده محتوى احنا قدمنا حاجة، ما هم اللي بيحتفلوا يعني، يبقى الناس احنا في ايام مفترجة وايام داخلين على ايام يعني يلا، واحنا الاقي ان هذا المحتوى السيء يقدم على منصة اليوتيوب المصري، والاتى من كده الاقي للي عايز يتصل ومش عارف ايه خاصية البايبال يحاول وكلام من ده، يعني اللي هو الحساب المدفوع مسبقا، حاجات صعبة جدا، والناس كلها بالطوابير على البايبال بيحدفوا بالبايبال عليها اكيد من بره، لان البايبال ما اعتقدش ان هو موجود في مصر او متاح في مصر الان. وانا اقول يا اخويا انا عرفت كده زنا المحارم بيجي منين، انا عرفت زنا المحارم اللي انتشر في بعض المناطق في مصر، والتحرش الجنسي والتحرش اللي اتوجد في كل مكان، ما بقاش قاصر على مصر بس، بقى في 23 دولة عربية للأسف الشديد، والحاجات اللي بنشوفها في المترو، والحاجات اللي بنشوفها في القطارات، والحاجات اللي بنشوفها في الأتوبيسات والكلام ده، حاجات صعبة جدا جدا جدا. هل يعني احنا بنقوله طيب إذا كان اليويو بيبدأ يوقف الإعلانات عن هذه القنوات ويبدأ يحط العلامة الصفراء، هل قناة زي قناة الأفضل دائما مش عايزة تتحط عليها صفراء، ده عايزة تتحط عليها حمراء، يعني تتحط عليها علامة حمراء، يعني حرام حرام حرام. طب ده أنا مش خايف كمان على شباب عنده 13 سنة 14 سنة 15 سنة فهم مراهقين بالفطرة، لكن أنا خايف على الرجالة الكبيرة، الرجالة الكبيرة لما تسمع كلام مثل هذه المرأة اللي بتقوله، وكلام كله صعب جدا إن أسمعه من أنثى، كيف أنثى تقول هذا الكلام وبمختصر العبير، يعني
بالمفتشر بهذه الطريقة، هنقوله ده هي انت غلطت، ده هي بتوجه الكلام ده للسيدات، وانت هو في حاجة يا جماعة محتوى عادل فتحي يقدمه للرجال ومحتوى عادل فتحي يقدمه للسيدات. المحتوى اللي عادل فتحي بيقدمه بيسمعه الرجال وبيسمعه السيدات، محتوى عادل فتحي اللي بيقدمه كل العالم بيشوفه، اللي في الهند بيشوفه، اللي في ماليزيا بيشوفه، اللي عايز يتابع يتابع. شيء صعب جدا جدا. انا حزين جدا، انا خلاص قاب قوسين او ادنى، انا مش قادر اواجه جمهور عادل فتحي في اضاءه كامله، مكسوف. مش من نفسي، انا زعلان، مش عايز يشوفني في حاله هذا الانكسار اللي انا فيه. انا اعترف ان انا انكسرت النهارده من اليويو بعد ما رايت هذه القناه اللي لها قناه وليده اخرى. في ناس كتيرة يقول لك كل شيء حر وانت معاك تشوف ده وتشوف ده، لا خالص، لابد ان يبقى فيه شيء من الانضباط. حرام حرام. انا حزين بمعنى الكلمة، انا بقى شيء صعب. معقولة في كده؟ معقولة في ست تطلع الكلام ده في منها؟ معقولة؟ ده انا ما شفتش ده في حياتي، لم ارى مثل هذا الكلام امرأة قالته في اي يعني ممكن هوجة أفلام الثمانينات، أفلام البورنو الأدلت والكلام ده، ما احناش يعني الناس كلها ما فيش الكلام ده خالص، ولا أفلام حمام الملاطي ولا مش عارف إيه ولا الكلام ده، لا 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 لا. كانت تبقى صورة كده في جريدة الشبكة مش عارف إيه اللبنانية بتظهر كل شهر، ولا كانت معرفش بتظهر كل قد إيه، إنما بهذا الكلام بهذا الفجر لا، شيء صعب. وبعدين فيديو بينزل كل ست ساعات، كل ست ساعات في اليوم اربع فيديوهات متواصله، مش لاقي فيديو اصعب، ما فيش حاجه صعبه جدا يا جماعه، مش قادر، وداني هتنفجر، جسمي بيغلي، جسمي بقى حاجه صعبه. ازاي امراه ومنتقبه وبتقول هذا الكلام بدون حسيب ولا رقيب؟ والكلام لما تيجي تقوله يقول لك ايه؟ طب ما هي بتشرح اللي بيحصل، لازم يبقى في كذا وفي كذا وكذا، ده عملية شرح تعليمي، ودي الناس بتبقى مفتقدة الحاجات دي، فنتيجة ان هي بتسمع الكلام ده بيبقى كويس وكلام ده. هو ايه يا جماعة؟ هو احنا هنضحكوا على بعض؟ هو احنا هنضحكوا على بعض بقى؟ ما احنا ما عادش فيه بقى. ما انا قلت لكم قبل كده ان قنوات الروتينات بدأت تتحرك نتيجة الرقابة اللي اتعملت عليها، وبقى نتيجة رفع الإعلانات المعلن بدأوا يتجهوا، حذرتكم وقلت لكم من هذا الكلام، والناس كذبت فيا، قلت لكم بدأوا يتجهوا لعملية المساج، إن الواحدة بتعمل لها مساج في كل جسمها. وبحجة إيه؟ يقول لك هو أنت في إيه يا عمي؟ بعمل مساج. في ناس تانية بدأت تعمل التمارين الرياضية، بتعمل تمارين رياضية، في ناس بتعمل يعني ما حدش هيقدر عليهم، بيجيبوا أجهزة كده وبتبقى شبه لابسة مايو بكيني بتاع بحر ونازلة ويا دوبك حمالة صدر، وهوب هوب ونازلة وبالرجلة، بيقول لك أول سمانة أول خلفية. شيء بقى صعب جدا، ومشاهدات بالملايين بالملايين، وإحنا المحتوى الجيد للأسف مش متشاف. قناة الأفضل دائما هي الأسوأ، هي الأسوأ الأسوأ قناة شفتها تقدم محتوى صعب جدا، مش للشباب، لكل الرجالة على سلالة. ما بتخاطبش غير الرجالة على فكرة، ما بتخاطبش السيدات خالص، هي تخاطب الرجال بس بطريقة احترافية وطريقة مدروسة وطريقة تؤثر على أي رجل مهما كان، تؤثر عليه تأثير صعب جدا، ممكن ما يفوقش منه غير هو متصاب أو جاي له عملية إحباط أو عملية كره جدا. شيء صعب. أنا صدقوني أول مرة أكون حزين حزين حزين. أنا آسف إن أنا بصور الفيديو في شبه ظلام، أنا ما كنتش عايز أسهر خالص. أنا هاخد قرار بيني وبين نفسي، يعني أرجو إن أنتوا بقى تسامحوني فيه، إن أنا جايز أبعد عن منصة اليوتيوب، لأن بصراحة بعد ما شفت قناة الأفضل دائما أنا زعلت. أنا في حاجات مش موافق عليها في اليوتيوب، بس كنت أقول ممكن مع الوقت الوضع يتغير، لكن حينما يتلون اليوتيوبر من تقديم حاجة على السلم وهو طالع، أو بيعمل بيغسل سجادتين على السطح،
او بيعمل السلم او بيعمل حاجات العيد بنظف، وكانت بتمسك مثلا حاجه وبتنفط فيها وبتخبط في ستاره ولا بتخبط على السرير او بترقد بتعمل نفسها على السرير بتفرد الملايه وبتروح عامله غطس وراقده على بطنها وها وتقول الحقوني مش قادره اقوم، الحقوني مش قادره اقوم، شدوني شدوني. كلها ايحاءات كانت بتاثر بس تاثير نص في الميه ربع في الميه، انما هذا التاثير الرهيب اللي انا شفته اليوم ده تاثير مميت على اي راجل، مميت صدقوني. انا حاليا في حاله صعبه جدا جدا جدا، اعذروني انا، سيبوني اخذ القرار اللي انا هقدر اقرره ولا لا، انا مش متمالك نفسي. انا بعد ما شفت هذه القناه لازم افكر الف مره او اغير المحتوى بتاعي خالص، يعني اغيره، مش قادر بجد، حاجه صعبه جدا. سامحوني، ويا ريت اكتبوا لي بقى وشجعوني في الكومنتات او قولوا لي اعمل ايه او اقدم محتوى ايه. انا ما يهمنيش نسبه مشاهده، انما انا مش قادر، والله ما انا قادر يا اخوانا، مش قادر ان انا اقدم هذا المحتوى او اشوف قنوات بهذا السوء، شيء صعب جدا. سامحوني، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.